عمر اجي لك نفس الكلام، ايه الاستعدادات؟ رحت ازاي وتاهلت ازاي بطوله عربيه؟ كنت لعبت بطولة جمهورية، رميت فيها 66-14، وبعدها أنا كنت جايب مركز أول فتأهلت لبطولة العرب. ممتاز. بس لسه ما رميتش رقم التأهيلي بتاع بطولة العالم، إن شاء الله هرميه يعني الفترة اللي جاية دي. هاي. وبعدها هتجيبه إن شاء الله. وعايز أقول لك إن شاء الله أجيبه. أنت قبل ما تسأل أنت حققت 64-24 هناك صح؟ 44 اسف، 64 44 هناك في تونس. مش مذاكر. وانت رقمك في العادي بتجيب 66، فوق ال 66. انا جايب 66-14 ده هنا في بطولة الجمهورية. طب والجمهورية دي ما تأهلكش بطولة عالم؟ لازم رقم التأهيلي 68-30. 68 يعني انت لو كنت جبته في الجمهورية فاضل لي 2 متر، 2 متر وكم سنتي. وكم سنتي بيديهم؟ طب ايه البطولات اللي جاية ممكن تشارك فيها وتحقق فيها الرقم؟ يعني لو حققت فيه الرقم ده تتأهل. لو في بطولة جمهورية لو رميت فيها ان شاء الله اتأهل، وفي بطولة افريقيا مش عارف اتلعب ولا لا. بس يعني هو طب اقرب بطولة جمهورية امتى؟ اقرب واحدة امتى؟ اقرب بطولة جمهورية اقرب واحدة مش عارف بصراحة، مش عارف ما بتحدد يعني. هل السنة دي في 2022 ولا في 2023 ولا يعني انت طب انت لعبتها قريب امتى بطولة جمهورية؟ بطولة جمهورية لعبتها لا مش فاكر، مش فاكر يعني 2022 بتهيألي يعني 4-5 شهور. لعبتها في 2022 بس يعني فاكر امتى كانت يا احمد ابو حميد؟ ما بتبقى بنفس التوقيت شهر واحد مثلا قبل بطوله تونس بشهرين ثلاثه. كان في تجارب في شهر. انا لعبت قبلها بقى. يعني قول مثلا في شهر مارس مثلا في شهر ثلاثه كانت مارس ثلاثه. يعني قصدي اقول لك ان انت لعبتها في مارس، فبيتهيألي احنا دلوقتي في شهر 5 بتاع ليها بتعمل في السنه بطوله جمهوريه واحده ولا ممكن اكتر من واحده؟ لا ممكن اكتر عادي. فممكن بيتهيألي شهرين تجارب. لو ما فيش بطوله جمهوريه بيبقى في تجارب. طيب يعني التجارب دي ممكن تتأهل منها برضه؟ طب هايل ممتاز. فانت فاضل لك يعتبر 2 متر وشويه عشان تجيب رقمك. طب قول لي ليه اخترت المطرقه؟ هو انا زمان كنت بلعب جوله قرص مع كابتن عيد. بعدها كابتن عيد هو انا كنت بهزر شويه في التمرين بصراحه. فكابتن عيد راح كان في كابتن محسن كان هو ملعب القرص والمطرقه والرمح كله طبعاً. لازق في بعض اساسا. فكابتن عيد خلاني اخش مع كابتن محسن اجرب المطرقه. بعدها يعني وانا قلت لكابتن عيد ان انا اتمرن الاثنين قرص ومطرقه عشان كنت بحب القرص اكتر من الجله. فكنت عاوز اتمرن قرص. هو بعدها كابتن محسن يعني فضلت اتمرن شويه الاثنين واخترت في الاخر ان انا اكمل مطرقه. وبعد ما كملت في مطرقه كابتن محسن مشي سافر قطر. فضل معايا كابتن في كابتن خالد جه واحنا بقى قاعدين مع بعض بقى لنا 6-7 سنين. 7 سنين مطرقه. خلاص انت بقيت مطرقه مع كابتن خالد. ما بتحنش للرمح شويه او سوري للقرص شويه ولا لا؟ كان كابتن عبد النعيم عاوزني انا واحمد اخويا. لا يا شغلانه بقى هنروح ونرجع. لا مش شغلانه انت شويه قرص وشويه. لا يا عم خليك في المطرقه. وانت ما شاء الله بنيانك يعني بنيان لعيبه المطرقه.